ده بلاء من ربنا، ده نعمة مش بلاء. عرف عليك أمال محمد سعيد. ازيك يا حاجه امال؟ تروح عند النبي معانا؟ يا رب. حط اسمك في الكشف. رحت عمرتين وحجه من غيرنا. أشوف. حسيتي بايه وانت راحه من غيرنا كده؟ لا ما اقدرش، مش حلوه. ايوه حلوه بيكم. نروح بيكم ان شاء الله. وانا رب. انا متاكد ان الاستاذه رحاب لو في ايديها حاجه هتعملها. وانا بفكركم، لا خليكم فاكرين الكلام ده، هتيجي في يوم من الايام تقول لنا يلا كلنا رايحين عند سيدنا النبي. مش صعبه وسيدنا النبي ما صعب، احنا هنبقى ضيوف ربنا كتير عليك يا رب. والله ما كتير، هطلع معاك وان شاء الله ربنا يكتب لي واطلع معاك العمر. ربنا يكتبها لنا يا رب. ربنا يكتبها. قولي لي يا حاجه، المنحه اللي ربنا اداها لك دي كانت من دي من 2015 وربنا نصري. طبعا الحمد لله مبسوط. مبسوطه وراضيه. ده نعمه من ربنا، مش نقمه ولا اي حاجه، دي نعمه ان ربنا فاكرنا والحمد لله. علمينا من صبرك يا حاجه، علمينا ناخد انا وكل مشاهدينا نتعلم من صبرك، نقول ان اي حاجه صعبه في الدنيا اخد اكيد وراها سر. طبعا ده دوت نعمه من ربنا مش نقمه، ما حدش فكر ان دي نقمه ولا حاجه، ده نعمه، ده نعمه من ربنا، ربنا فاكرنا الحمد لله. ما كنتش خايف؟ لا خايفه ليه، قد الدنيا وجامده. قد الدنيا وجامده الحمد لله. ده بلاء من ربنا، ده نعمه مش بلاء. طب غششيني كده واستاذه رحاب مش موجوده معانا، قولي لنا بقى عامله معانا الواجب ده؟ عامله مفرحانه وسعدانه وعامله لنا كل حاجه. والله العظيم. والله العظيم. يعني ندعي لها وخلاص معانا؟ ندعي لها. لا ده احنا ندعي لها مش وخلاص، ده احنا ندعي لها وندعي لها بقلب جامد. هي مفرحانه وجمعانه وسعدانه ومجمعانا دايما في الفرح كده، وعامله لنا كل حاجه حلوه صراحه. ربنا يفرحها يا رب ورب ويسعدكم يا رب ويعوض عليكم ايام التعب. يسعدك يا وكل حبايه خدتيها وكل شكه ابره تكون في ميزان حسناتك انت واولادك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ونفرح باولادك. انا اختاريني بقى، مش هتلاقي احلى من كده، مش هتلاقي احلى من كده الحقيقه. ربنا يوسع عليك ويرضيك يا حبيبتي. طيب خليكم معانا، لقاءات كتير جدا جدا، هنعدي على بقيه الناس حبايب قلبنا نطمن عليهم ونشوف مذيع الحاره هيفرح مع حبايبه ازاي. النهارده يوم المنحه، اللهم امين، يبقى زيارتي ليكم خير ليا وخير ليكم، اللهم امين. خليكم معانا.